أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض رفعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب بالعصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قل من عليها فان، ويبقى وجه ربك كالجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأل من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تأتوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.